طبعا المشروع الثاني هذا هو مركب الصناعات الغذائية بولاية تبسة، يتكون من 3 وحدات، واحدة لإنتاج السميد، واحدة لإنتاج الفرينة، واحدة لإنتاج العجائن القصيرة كاملة. طبعا المشروع تاعنا هو في إطار الاستثمار، أنجز سنة 2015 طبقا لقوانين السلطة المحلية والسلطة الوطنية بما فيها قانون الاستثمار. أعطونا كل الموافقات من طرف الصناعة الصناعة والسلطة المحلية، ووصلت الموافقة لوزارة الصناعة، والصناعة أعطتنا كل الموافقات، وصلت الموافقة حتى لوزارة الفلاحة، والفلاحة بدورها رئيس الديوان الوطني المهني للحبوب اللي دار لنا لونكيت في شهر ماي الفرد، ولقينا صعوبات رغم تدخل يعني السيد الوالي ولاية تبسة ثلاث مرات يعني والوالي روب مثابة رئيس الجمهورية بالنسبة للولاية، راسل في 2016 راسل الديوان الوطني المهني للحبوب اللي دار لنا لونكيت الديوان المهني للحبوب، وراسل وزارة الفلاحة في 2018 وراسل وزارة الصناعة في 2020 لكن دون رد، وما فهمناش يعني مشكل وراهن. نحن لوزين دارو يعني ملايير مخدوم ملايير، قيمة تاعو 55 مليار، وعندنا 7 سنوات ونحن قاعدين نستنوا، ونحن ضرك ما فهمناش حتى الدولة تاعنا، الدولة يعني تخلت علينا بعد ما دعمتنا يعني بمزايا يعني ياسر، والدولة ورانا حيرين ضرك. الوالد راهو صرات له نوبة قلبية يعني وتوفى من جراء يعني الضغط والبيروقراطية اللي قاعدة تصرف في المشروع هذا، ما فهمناش نحن ضرك وين نروحوا. الوالد ضرك راهو توفى من جراء الضغط اللي قاعد يصرى على جال المصنع هذا، والمصنع هذا راهو بين يدينا راهو قاعدين يروح. ضرك رانا لابونك راهي شريك معانا 50-50%، 50-50% درك راهي طالب فينا في المستحقات تاعها، والبنك يعني راهي مؤسسه مستقله، راهو ما يهمهاش خدمتي ولا ما خدمتيش، يهم انها ترجع لها مستحقات تاعها في الوقت العاجل وفقط. وطبعا نحن نوجه ندائي الرئيس الجمهوريه انه يعني يتدخل في الامر ذا، نحن رانا سعينا في الامر ذا وحطينا فيه دم قلبنا، ومن بعد ما عندنا 7 سنوات يعني ونحن حابسين درك، نحن نطالبوا انه على الاقل يعني تكون فيها حلول يعني حلول بسيطه، حتى يعني كما درك رانا يعني ما لقيناش يعني واش نديروا، نحن حتى الادارات يعني مغلقه يعني في وجوهنا، ورئيس الجمهوريه راهو يوصي ويندد ويقول ارفعوا العراقيل، العراقيل عندي 7 سنوات ونحن متوقفين، نحن لجل الامر هذا. ونحن رانا نطلبوا من رئيس الجمهوريه انه يتدخل ويعني يمد لنا الماده الاوليه باش نشغلوا نحن الوحدات هذوما في 3، ومن جهه يعني الدوله لابونك راهي محاصرتنا من جهه، والدوله تاعنا راهي مصدتنا من الجهه الاخرى، رانا حاسين رواحنا يعني في ضيق كبير بعد ما خسرنا يعني دم قلبنا في المشروع هذا وتعبنا فيه. نحن رانا 4 شباب وحلم يعني درنا على قد ما استطعنا ان نخدموا المشروع هذا ونخلوه واقف، واليوم راني نشوف في لابونك باللي قاعده تحصر فينا.